بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتقول هنا ما خلقنا السماوات والأرض وما ما تفك الشحن دي خلاص لا عشان الشحن بقى باش انا الموبايل قرب الكوره وين الساعه ترى إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم جناحك من ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله يزيدك يا مولانا
مدرنا مش حسن كان حبيبك يعني الله يرحمه كمان كده الله يفتح عليك يا سيدي. وقل إني أنا النذير عليك يا مولانا اشرح صدرك ربنا. Thank you.
فاصدع بما تؤمر. استنى استنى، انت مش معدل ده. أصدع بما تؤمر. أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر. لما اشرح صدرك تصدع بما تؤمر. تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ربنا يكرمك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. سيدنا الوصل بقى الله يكرمك. الله يكرمك. سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وكما أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. بعد ان استمعنا واستقطعنا هذه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلا علينا فضيله القارئ الشيخ عبد الله حسين عمران.